السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل وياكم الدرس. بعدنا في الابستراكت. اوكي، احنا بالابستراكت اخذنا امثلة جميلة وعرفنا فائدة الابستراكت، عرفنا وين يستخدم وشنو فائدته. كيرا ما تلاحظه يستخدم في الانهيرتنس ويستخدم في البوليمورفيزم، واحنا شرحنا المثالين. اليوم عندنا مثال اخر مختلف. المثال هذا، هل ممكن لو ابستراكت يحتوي على الكونستراكتور؟ هل ممكن الابستراكت يحتوي على الداتا ممبر؟ هل ممكن انه الكونستراكت يحتوي على اي ميثود عادي؟ الجواب نعم، نعم ممكن جدا. انت عندك هنا ابستراكت لكلاس احمد. اوكي، احمد عنده كونستراكت، هذا كونستراكتور صح له لا؟ كيف تعرف انه كونستراكتور؟ اسم احمد هو من اسم الكلاس، هذا كونستراكتور. اوكي، عندك في داخل ابستراكت ميثود اللي هو الشو، وعندك ميثود اخر عادي جدا. اوكي، اذا حبيت انه اني اذا عندك في مشكله في ال اوكي حتى يكون عندك مشكله، فعندي constructor اوكي وعندي abstract method وعندي ميثود عادي، ما هذه المشكله، ما مختلفين. اوكي، عندي كلاس اخر اللي هو كلاس سامي. سامي بيعمل extend من احمد، حلو. زين، شنو الموجود في احمد؟ لما سامي يعمل اكستند من احمد، اذا لازم راسا هذا لازم يكون موجود، صح؟ لان اساس احمد لازم تكمل لي الميثود الناقص. يلا نكمل الميثود الناقص، public show void show، نعمل السيستم اوت برنت، غيرنا. بعد ذلك اجي في كلاس المصطلح الرئيسي اللي هو يحتوي على void main، الاحظ انه احمد اوبجكت، عملت object أحمد، أوكي، وبعد ذلك عملت new سامي، بعد ذلك ال object show، وبعد ذلك ال object name. لاحظ لما أعمل run، أوكي، لاحظ this is constructor that لاحظ، أي بمعنى إنه ال constructor ممكن عادي جدا إنه يدخل في سامي. إحنا قايلين لا تنسى موضوع الوراثة، لما نعمل extend لأحمد كل الأشياء الموجودة في أحمد تحت تصرفنا ممكن نستخدمها. الكونستراكتور اذا انت استخدمته لم تستخدمها الجافا حيعمل لك كونستراكتور، لكن انا هنا استخدمته ووضعت فيها قيم، لذلك راح يظهر عندي، اي بمعنى انه الكونستراكتور موجوده، هذا شيء عادي. يعني انت اذا خلقت الكونستراكتور لم تخلق الكونستراكتور في السوبر كلاس، هي راح تدخل في كلاس سامي اللي هو اكستند لاحمد، لكن ما راح يظهر لان انت ما وضع فيها اي شيء، لكن انا حبيت اضع فيها شيء حتى شنو، حتى اثبت لك انه الكونستراكتور ممكن عادي جدا يكون موجود في الابستراكت كلاس. اوكي، يعني ممكن انه يتعامل كتعامل ميثود العادي. اوكي، بعد ذلك الاحظ انه طبع لي سامي احمد this is abstract method، اي بمعنى انه اني هذا هو الابستراكت اللي انا اخذته الميثود وعملت تعديل عليه. بعد ذلك احمد عيسى normal method اللي هو الميثود اللي موجود في احمد، تلاحظ الميثود اللي موجود في احمد اللي هو ميثود عادي جدا، عادي جدا كذلك موجود، وكذلك ممكن احنا نناديها، ما عندنا اي مشكله. اوكي، لكن لاحظ هنا كل الشو والنيم ده ناخذه من اين؟ ده ناخذه من احمد. لما نرجع للشو، اوكي، الشو هذا يؤخذ من احمد. لو ترجع لاحمد لاحظ فارغ، يعني ما ينفع، يعني ما بي اي شيء، فاليوزر حيشوف شنو؟ حيشوف فقط ميثود فارغ، صح؟ That's it. اوكي، اذا حبيت انه انا اخلي اليوزر يشوف الميثود اللي عندي، كيف؟ اغير الاوبجكت هذا اللي هو اعمل نيو سامي، اعمل سامي نيو اوبجكت. اوكي، هذا احمد اغيره بسامي واعمل اوبجكت 2. اوكي، dot عفوا ال object 2 dot، لاحظ هنا أنا ممكن حشوف الشو سامي. اوكي، ممكن حشوف الشو سامي وحيطبع لي ايش؟ حيطبع لي سامي موجود في الاسفل، this is سامي. اوكي، هذا هو ميثود السامي. اوكي، ممكن انه انا اعرض الشو اللي موجود في سامي في حال اذا عملت الاوبجكت على نفس
الاسم المتغير للاوبجكت ده عباره عن نفس الاوبجكت اوكي. فمن نفس الاوبجكت ممكن انه انت تنادي على الميثود، لكن اذا كان في اوبجكت اخر لا ما ممكن ينادي عليه. هذا الشيء جميل انه انت عن كلاس السوبر كلاس لما تناديها وتعرض الميثود في داخله اصلا الميثود فارغ ناقص، لكن عندك السب كلاس بيكمل هذا الشيء. هذا جميل في الابستراك، اختفى البيانات الموجوده في الشو، صح؟ هاي الفكره. لكن هل تقدر تصنع في داخلها اوبجكت؟ لا ما ممكن. لهذا اذا انت كنت ما حاجه الانستاشيشن اوبجكت اوكي ممكن تستخدم ابستراك. وانا قلت لك وين استخدم الابستراك وش وقت تستخدم الابستراك. That's it، معناته انت هسه perfect بالابستراك. اوكي، لان احنا نوصل لنهايه الدرس ماتنا، وان شاء الله نلتقي وياكم درس اخر. مع السلامه.